هاني عصام الناقد الرياضي. اهلا هاني، ازيك؟ نعم، ازي حضرتك؟ تمام وسعيد وفي نعمه. فوز غالي يا استاذ عمرو، انتصار يعني يحيي الموسم اللي لسه بيبتدي. النادي الزمالك لا قدر الله خروج نادي الزمالك النهارده معناه انتهاء الموسم من قبل ما يبتدي. كان يبقى في انكسار. السلبيه الاكبر والازمه الكبيره اللي موجوده جوه فريق الزمالك يا استاذ عمرو اسيريو. ايوه، اسيريو مشكله كبيره جدا على الزمالك، مشكله كبيره جدا جوه الفريق. اسيريو خلاص، هروح اقول لحضرتك يعني عارف ان هو هيمشي وعارف ان الموضوع بالنسبه له منتهي، وبمجرد ما الامور الاداريه تستقر جوه نادي الزمالك اسيريو متاكد ان هو مش هيكون ليه مكان جوه الفريق. فللاسف بيتعامل دلوقتي جوه الفريق، يعني عايز اقول لحضرتك ان اوقات كتير اسيريو بيبقى متاخر عن التدريب. يوم ماتش بيراميدز اسيريو ساب الفندق قبل الماتش ب 24 ساعه بسبب اختلاف بينه وبين الجهاز المعاون على التشكيل، ساب الفندق ومشي. وساعتها قال لهم ان والدتي هتعمل عمليه بكره وانا محتاج ان انا ابقى لوحدي، مع ان هو في الاوضه في الفندق كده كده بيبقى قاعد لوحده. ساب الفندق ومشي وجي تاني يوم على المحاضره بتاعه الفريق. انتصار مهم. الايجابيه الوحيده النهارده جمهور نادي الزمالك اللي كان ليه دور كبير جدا طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى، ليه مفعول السحر. زيزو اوباما احد الاوراق الرابحه لفريق الزمالك، لكن فنيا في مشهد مهم يا استاذ عمرو لو حضرتك والجمهور خد باله منه. الشوط الثاني طبعا، الشوط الثاني انا استغربت ان اسيريو قعد على الدكه والجهاز المعاون هو اللي كان بيدير، مدحت يعني عبد الهادي والذين معه بالظبط. فالمفروض ان المدير الفني في الوقت العصيب ده وانت اهم 45 دقيقه ليك انت اللي تكون واقف على الخط. لا، ببساطه لما اسيريو بيقعد والفريق واللعيبه هي اللي بتلعب الزمالك بيظهر بمستواه الحقيقي. اسيريو لما بيحط بصماته جوه الفريق، لما بيحط التكتيك بتاعه جوه الفريق، الفريق بيتدمر. يعني التشكيل اللي بدأ اللي الزمالك بدأ بيه ولعب بيه والفتره اللي فاتت، اسيريو لما بيعوز يفكر يغير التكتيك يغير التشكيل الزمالك بيظهر بالمستوى ده. اللعيبه لما بتلعب بروحها وبإصرارها زي ما حصل يوم ماتش بيراميدز الشوط الثاني النهارده، هو يا استاذ عمرو الشوط الثاني يوم ماتش بيراميدز نفس الروح بتاعت اللعيبه. اللعيبه بتنزل خلاص، يعني انت كمدير فني تعليماتك تمام، بس احنا هنتعامل مننا لنفسنا. عايز اقول لحضرتك ان في بعض اللعيبه خلاص، يعني المدير الفني ممكن يقول لهم انت تيجي بدل اليمين شمال، اللعيب بيتجاهل تعليمات المدير الفني. والله حرام نادي كبير زي الزمالك يتعامل المعاملة دي. احنا نستحق مدرب جيد، مدرب اللعيبه تحترمه وتحبه. الراجل ده لازم يمشي بقى، كفايه كده.